بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الباحثين الكرام، السلام عليكم. في حلقة أولى من العناية بكتابتك الأكاديمية وتطويرها بعنوان تجنب الانتحال في كتابتك الأكاديمية وغيرها، نبدأ بالانتحال. ما هو الانتحال؟ الانتحال هو سرقة أعمال الآخرين الأكاديمية من بحوث وتقارير من دون ذكر مصدرها وتمريرها على أنها لك عن قصد ودراية، وربما من دون قصد. يصدق هذا الأمر أيضا على الصور والأفكار والقصائد وغيرها. لذلك تم تشريع قانون بعنوان حق النسخ copywriting أو حقوق النشر، حقوق الطبع والنشر، صيغة حماية أقرتها قوانين الولايات المتحدة من أجل حماية حقوق التأليف، من ضمنها الأعمال المسرحية والموسيقى وجميع الأعمال الفنية والفكرية الأخرى. ويشمل هذا القانون المؤلفات المنشورة وغير المنشورة. أما ما هو الاقتباس المقبول الذي لا يعد خرقا لحقوق النشر أو حقوق النسخ؟ إنه يتحقق الاستعمال المقبول لأعمال الآخر بموجب قانون حقوق الطبع والنشر عندما نقتبس مقدارا معقولا بشكل محدود لأجزاء من ذلك العمل، ولا حاجة لاستحصال إذن الكاتب في هذه الحالة، وقد أجيز ذلك لأغراض البحوث والتعليم. لا بأس أن تستقطع جزءا يسيرا من بحث منشور وغير منشور أو من كتاب وتستعمله في بحثك. لماذا يرفض الانتحال؟ يرفض الانتحال لأن المنتحل يخدع نفسه، ولن يتعلم أن يكتب أفكاره ويعبر عنها بأسلوبه، ولن يتعرف على ما يمتلكه من مهارات وما ينقصه. وهي كمن يرسل صديقه إلى ساحة التدريب ليتمرن بدلا عنه، من المستفيد؟ الذي في ساعة التدريب، أما من أرسله فلن يفيد نفسه أبدا. كما أن الانتحال هو كذب وزيف، لأنه يجعلك تقدم عمل الغير على أنه لك، وبذلك يضر بسمعتك بشكل كبير، ويؤثر على إنجازك الأكاديمي ويفقده قيمته، وهو بخس لحقوق الآخرين وظلم للباحثين الذين اجتهدوا وبذلوا وقتهم وجهدهم في سبيل إنجاز عملهم، فتأتي وتنسبه لنفسك وهم لا يعلمون. أليس هذا ظلما؟ وقد يعرضك للإقصاء من مؤسستك أو معهدك الذي تدرس فيه. إنه خرق للحقوق الطبع والنشر، وبذلك يعرضك للمساءلة القانونية والعقوبة وربما الغرامة الكبيرة. هنالك أنواع للانتحال ينبغي أن نتعرف عليها لكي نعرف فيما إذا كنا ننتحل أو كنا لا، فيما إذا كانت ما إذا كان ما نكتبه هو سرقة أدبية أم لا. أول هذه الأنواع هو النسخ. يعد النسخ الأشهر والأكثر شيوعا للأسف من بين أنواع الانتحال الأخرى، إذ يقوم الباحث المنتحل ببساطة باستنساخ عمل الآخر وتقديمه على أنه له. لكن هنالك انتحال ترقيعي، ويأتي بالدرجة الثانية بعد النسخ من حيث الشيوع، ويتلخص في قيام الباحث بنسخ عبارات وجمل مستقطعة من النص الأصلي وإدخالها في بحثه من دون وضع أقواس التنصيص أو توثيق مصدرها.
مثال، انظر إلى هذا المثال، الكتابة التي باللون الأسود هي للكاتب، والتي في الخط الأحمر هي للمؤلف الأصلي المقتبس. With regard to children, they are totally insensitive to their parents' shyness. Rare is the child who labels a parent shy. It is easy to understand this, since the parents are in positions of control and authority in their own homes and may not necessarily show the shy side to their children. Moreover, since shyness is viewed as unfavorable by most children, it may be threatening for them to think of their parents in that light. During the formative years, the parent is idealized as all-knowing and all-powerful, not dumb, ugly, or weak. تنظر إليها تراها قطعة واحدة، لكنها في الحقيقة عبارات مقتطعة ومتداخلة مع النص الذي يكتبه كاتب البحث. من دون لا ترون هنالك أي إشارات، أي أقواس اقتباس، ولا أي توثيق من نوعه، فهذه سرقة أدبية. هذا هو الانتحال الترقيعي. الانتحال بإعادة الصياغة، تكتب بكلماتك الخاصة، تشرح الفكرة الأصلية بكلماتك أنت، تغير المفردات، قد تغير التراكيب أيضا أو تبقي عليها وعلى صياغتها، تحافظ على أفكار المؤلف الأصلي لكن لا تذكر اسمه. هذا هو الانتحال بإعادة الصياغة. تنكر عرش بلقيس هكذا، مثال فقط، هذه الكلمات السوداء غيرت فيها قليلا. Children are completely insensitive to their parents' shyness and rarely label their parents as shy because the parents are the authority and controlling figures in the home. They may not feel shy and therefore not show their shy side. Moreover, during the formative years, parents are seen as omnipotent and omniscient and not stupid, unattractive or pathetic. It may be frightening for children to view their parents in terms of shyness. Taken from Megan, 2012. Look, لاحظ كيف أن الكلمات التي بالخط الأسود باللون الأسود بقيت لأنها تحمل الأفكار الأساسية، والأكبر هو بالأخضر أي الذي تم تغييره بأسلوب كاتب البحث، ولكنه لا يزال سرقة لأن لا توجد إشارة إلى الكاتب. الإشارة التي ترونها هي إشارتنا نحن الآن. هذا المثال مأخوذ من ميغان. الانتحال غير المقصود، unintentional. يحدث هذا النوع من الانتحال غير المقصود عندما يستدل الكاتب بشكل غير صحيح، وعندما لا يعرف كيف يوثق المصدر. إذا لابد من أن يتعلم الباحث أصول التوثيق الصحيح للمصادر وكيفية التعامل مع النص المقتبس. إذن طيف التجاوزات هذا يتراوح من unintentional، وهو using a source too closely when paraphrasing، لما تعيد الصياغة قريب جدا الشرح أو الصياغة الجديدة بالنسبة للنص الأصلي، يعني كأنما تضع قدمك حيث قدم الكاتب الأصلي، ثم نتحرك أبعد من ذلك لما نبني ما نكتب على فكرة أو أفكار النص الأصلي من دون ذكر أو توثيق المصدر. يعني الأسلوب بعيد، الشرح بعيد وليس too close، وليس قريب جدا، لكن الأفكار محتفظين بها. نبتعد أكثر باتجاه السرقة، copying from another source.
وهو أنت تنسخ من مصدر آخر من دون توثيق on purpose طبعا عن قصد، أو تؤجر شخصا ليكتب بحثا لك، أو تشتري أو تسرق بحثا آخر لغيرك. هكذا نتحرك بالسرقة الأدبية من غير المقصود إلى أقصى حالات السرقة. إذن كيف نوثق؟ وقبل ذلك كيف نتجنب الانتحال؟ ما الذي يدفعك إلى الانتحال؟ أحيانا تشعر أن الوقت يخرج عن سيطرتك فتضطر إلى أن تأخذ من غيرك، والحل هو أن تحاول السيطرة على وقتك. احتفظ بمعلومات كافية عن مصادرك، ربما توثق بشكل غير صحيح وهذه سرقة غير مقصودة، فكيف نفعل لتجنب ذلك؟ تحتفظ بمعلومات كافية عن مصادرك واعرف كيف توثق. ثالثا، فرق بين أفكارك والأفكار المبثوثة في المصادر الأخرى، فإن وجدت هذا يتطلب قراءة واطلاع لتعرف أفكارك من أفكار الآخرين لكي توثق أفكار الآخرين. ثم كن حذرا عندما تعمل مع الآخرين فرقيا، عندما تعمل مع آخرين في فريق واحد ينبغي أن تعمل proof reading، قراءة للآخر، أحدكم يقرأ للآخر ويتأكد في أن الآخر لا يقوم بسرقة أدبية. ثم أخيرا، فكر بالعواقب إن سرقت أفكار الآخرين أو إن قمت بالانتحال بشكل مقصود أو غير مقصود. كيف إذا نوثق بشكل مناسب؟ إذا نحتفظ بمعلومات كافية عن المصادر الأصلية لكي نتتبعها، نحذر من عملية copy paste، القص واللصق، فلا توجد أشياء مجانية. كن على حذر مع ما تسمى بالمعرفة المشتركة، وهذا أمر مهم، وما هو common knowledge لك قد لا يكون كذلك لغيرك. فضع في ذهنك الجمهور المستهدف، فإن كان ما ستكتبه هو common knowledge، معرفة مشتركة لجمهورك المستهدف بحيث بديهي معروف للجميع، لا يحتاج إلى توثيق، ولكنه إن لم يكن كذلك فينبغي التوثيق. أعطي معلومات وافية عن مصادرك لكي يتمكن القارئ من الوصول إليها. استعمل أنساق التوثيق المتعارف عليها مثل MLA أو APA أو نظام شيكاغو أو غيرها، وسنتطرق في هذا اليوم بشكل موجز إلى MLA أو APA، وفي حلقة أخرى إن شاء الله سنتطرق إلى نظام شيكاغو. استعمل أفكارك وكلماتك الخاصة. عند اقتباسك نصا استعمل أقواس التنصيص واذكر مصدره، تجنب استعمال كلمات الآخر بعد إجراء تغييرات تجميلية طفيفة. أنواع الاستلال، كيف تستلم؟ هنالك مباشر وغير مباشر، ومن أجل أن تقتبس وتستلم مصادرك بشكل صحيح ينبغي الرجوع إلى أي من الأساليب المتبعة في الكتابة البحثية، كما قلنا أحد من تلك الأنظمة شيكاغو IPA MLA. وغالبا ما يتلقى الباحث تعليمات من أستاذه في وجوب الالتزام بأي من هذه الأساليب، وإذا لم يلزمه أحد فعليه التحري والسؤال عن أيها ملائمة لبحثه. للمقارنة بين MLA and APA هنالك تشابهات واختلافات عديدة بينهما في طريقة توثيق المصادر. فMLA عادة بشكل نموذجي يستعمل في البحوث الإنسانية، في اللغة، في المسرح، في الفن، بينما الAPA يستعمل في العلوم الاجتماعية، في علم النفس، في علم الاجتماع، في بحث اجتماعي.
MLA في صفحة المصادر يستعمل عبارة works cited، بينما APA يستعمل كلمة references. في MLA وفي works cited في المصادر يعني نستعمل الاسم الأخير ثم الاسم الأول، مثلا شخص اسمه Big Bird يكتب Bird Big، بينما إن APA في APA بالreferences last name ثم الحرف الأول من الاسم الأول، الاسم الأخير وفقط الحرف الأول من الاسم الأول، فBig Bird يصير Bird B. والinformation is cited عندما المعلومات توثق واسم المؤلف يدرج ضمن الجملة، ضع الصفحة رقم الصفحة مع الاسم، لا نحتاج إلى السنة فقد رقم الصفحة، مثلا bird 22، لكن مع APA نحتاج الاسم الأخير والسنة، العام الذي صدرت أو صدر فيه الكتاب. في MLA عندما المعلومات توثق، عندما المعلومات توثق واسم الكاتب يدرج، ضع الاسم الأخير مع الpage number at the end. Writing centers are awesome. Bird 22. لكن إذا كنت ذكرت Bird مثلا according to Bird، ذكرت الاسم في الجملة، لا تحتاج إلا إلى الرقم في نهاية الجملة، رقم الصفحة. بينما هنا إذا كنت ذكرت الاسم تذكر السنة مباشرة بعد الاسم، وإذا كنت لم تذكره فتضعه في نهاية الاقتباس، تضع Bird 2010. إذا كانت الاقتباسات في MLA أربعة أسطر أو أطول من ذلك، they are blocked، يعني تكتب على شكل block، والblock لا يوجد فيه indention، يعني ما أكو مسافة نتحرك فيها بعيدا عن الهامش لنؤشر على بداية فقرة، لا توجد ذلك، كل الأسطر تبدأ من نقطة واحدة، هذا واحد. ثانيا تبعد عن الهامش بمقدار 10 spaces، 10 مجالات، 10 ضغطات على المسطرة، 2 tabs، إذا على التاب تضغط مرتين، إذا على المسطرة 10 مرات. لكن in APA إذا كان الاقتباس 40 كلمة أو أكثر فإنه indented، يعني عاد حال أي paragraph ينطي مجال، لكنه بعد أن تتحرك one tab، يعني ضغط التاب واحدة أو 5 مجالات، يعني 5 ضغطات على المسطرة. لنأخذ أمثلة أخرى، مثلا number one according to Palladino and Wade 2010 a flexible mind is a healthy mind، page P وبعدين نقطة وبعدين 147. السنة تأتي مباشرة بعد الاسم، بعد ذكر الاسم تأتي السنة صفحة في نهاية الاقتباس. في number two جملة رقم 2 ذكر السنة in 2010 Palladino and Wade noted that a flexible mind is a healthy mind، بس الصفحة السنة أصلا مذكورة ما حطيناها وراء الأسماء. 3 in fact a flexible mind is a healthy mind، لم نذكر الاسم للمؤلف ضمن المتن فجاء بين قوسي التوثيق Palladino and Wade 2010 page 147. لاحظ
عندما كان بالادينو اند ويد، اسماء المؤلفين الاصليين او الذين اقتبسنا منهم عندما ذكرناهم في البدايه داخل المتن قبل التوثيق، وضعنا بينهما كلمه اند اي ان دي اند، لكن بين القوسين قوسي التوثيق نستعمل الرمز الذي يدل على اند ثم كوما وبعدين السنه وكوما بعدين P وراها نقطة 147. النقطة الأخيرة تجي بعدين بعد القوس التوثيق. نمبر 4 بعدنا لحد الآن لا نزال مع APA. A flexible mind is a healthy mind according to Palladino and Wade's 2010. And التوثيق كاملا longitudinal study. لاحظوا S التملك لم تؤثر. أعيد عبارة: A flexible mind is a healthy mind according to Palladino and Wade's longitudinal study. احترض العبارة أس التملك والاسم الذي بعدها، ما الذي احترضهما؟ احترضهما قوس التوثيق يأتي مباشرة بعد الأسماء، السنة تأتي مباشرة بعد الاسم ثم الصفحة، ولم نعر بالا بأس التملك ورغم ارتباطها الوثيق جدا بالاسم الذي بعدها. إما تذكر السنة ومن ثم الصفحة مباشرة بعدها، أو مثل ما في جملة رقم 5 Palladino and Wade's 2010 results أو results تابعة لويد indicate that a flexible mind is a healthy mind بين قوسين على الصفحة. طبعا في حالة الشرح والاقتباس، يعني في حالة paraphrasing، إذا استعملت أسلوبك أنت كاملا فلا يحتاج إلى أن تذكر رقم الصفحة، فقط السنة. في حالة وجود أكثر من كاتب للنص هنالك إرشادات عامة ينبغي اتباعها. إذا ذكرت أسماء المؤلفين خارج القوس التوثيقي نستعمل AND، أما إذا داخل القوس فنستعمل الرمز هذا الذي في الصورة. وإليكم هذه الأمثلة: مع مؤلف واحد فيلد الاسم الأخير كوما ثم السنة، اثنين جاس علامة الآند علامة الجمع برونس ثم كوما والسنة، ثلاثة حتى خمسة نذكرهم ترامبلي ريتشر لاتشانس آند كوت، ولا أربعة كلهم تذكرهم، آخر واحد خلي قدامه هاي الآند اللي هي العلامة كم وقت خلي السنة. هذه في المرة الأولى. مرة ثانية اقتبست من نفس المصدر فتذكر فقط اسم الكاتب الأول أو المؤلف الأول ثم أتعاو وآخرون نقطة، هذه مال آو يعني هي للاختصار ثم كوما و 2010. ستة فأكثر نورس خط كأنما إلى خط شارح يعني شوتل أتال، نذكر اسمين منهما عند أتال. للتذكير هنا نعيد: إذا اقتبست أكثر من 40 كلمة نكتب النص كقطعة واحدة يبعد عن الهامش بخمس مجالات. لأكثر من مصدر في مرة واحدة، لمعلومة واحدة هنالك مصدران أو ثلاث، هنا نذكر المصدر الأول ونضع فارزة منقوطة ثم المصدر الثاني والترتيب من الأقدم حتى الأحدث. للاقتباس من الإنترنت نتبع ما يأتي: يذكر المؤلف والتأريخ بشكل احتيادي كريسا 2011، التوثيق في ضمن النص،
وللتوثيق في صفحة المصادر. كريسا 2011 نعرف اسم المؤلف، نعرف السنة، كتبناهما. نأتي إلى المصادر كريزا كما S، نأخذ فقط الاسم الحرف الأول من اسمه الأول، ثم السنة، ثم عنوان البحث، ثم retrieved from، أخذ من retrieved from، ونضع URL العنوان مالتن المادة المأخوذة في الويب سايت. طبعا تفصلهما نقاط في كل جزء معلومة والآخر، فول ستوب نقطة periods. في حالة عدم وجود اسم المؤلف نكتب عنوان الموضوع، وفي حالة عدم وجود التاريخ نكتب في القوس في محل التاريخ ND، بمعنى no date، لا تاريخ، كريسا ND. وفي حالة عدم وجود رقم الصفحة يمكن أن نذكر رقم الفقرة paragraph، نقول para 2 مثلا أو 3 أو 4. هكذا انتهينا من APA. نتحول الآن إلى نظام MLA، In-Text Citation، داخل النص. نحتاج هنا الاسم الأخير مثل ما هناك، ولكن لا نضع معه السنة، نضع معه رقم الصفحة. فلو ذكر الاسم في المتن نضع رقم الصفحة فقط بين الأقواس، وإن لم يذكر فنضعه مع رقم الصفحة بين قوسين. مثلا Wordsworth stated that romantic poetry was marked by a spontaneous overflow of powerful feelings. مذكور Wordsworth، فاحتاجنا فقط رقم الصفحة 263 بين قوسين، والنقطة تجي بعدها بعد التوثيق. Romantic poetry is characterized by the spontaneous overflow of powerful feelings. ما مذكور اسم الكاتب، فنضعه داخل القوس Wordsworth مباشرة رقم الصفحة من دون كوما أو نقطة. Wordsworth extensively explored the role of emotion in the creative process. مذكور الاسم فقط، نذكر رقم الصفحة. لكن هنا أكو paraphrasing، شرح. Since we saw the role of emotion. Human beings have been described as symbol using animals. Burke 3. ما مذكور الاسم، هذا يشبه المثال الثاني الذي مر علينا، Burke 3. هذا كله توثيق داخل النص. عندما نريد أن نتحول إلى الworks cited، يعني بمعنى ذكر المصادر والمراجع، فالاسم الذي استعملناه هو Burke، هناك ينبغي أن يكون Burke أيضا. Burke Kenneth، Language and Symbolic Action، Essays on Life، Literature and Method، Berkeley، University of California، Press. هذا U تشير إلى University والP إلى Press، 1966. هنا فقط نذكر السنة، سنة الإصدار، هنا فقط نذكر سنة الإصدار في المراجع. في حالة عدم معرفة اسم المؤلف بحسب MLA نستعمل صيغة مختصرة للعنوان، وضعين إياه بين قوسي اقتباس إن كان قصيرا، أو نكتبه مائلا إن كان طويلا. مثلا We see so many global warming hot spots in North America, likely because this region has more readily accessible climatic data and more comprehensive programs to monitor and study environmental change. Impact of a global warming. هذا عنوان الكتاب، بس هذا مختصر عن عنوان الكتاب، يعني هذا مأخوذ من هذا العنوان، مؤلف غير معروف. رقم الصفحة يذكر إذا كان متوفرا. في صفحة المراجع سيظهر هكذا The impact of global warming in North America، العنوان كاملا Global warming early signs، ثم السنة
ثم العنوان اليو ار ال، العنوان الالكتروني له في الويب سايت، ونكتب هنا accessed. هنالك في APA كان retrieved from، ثم نذكر العنوان URL. هنا نذكر URL العنوان على الويب سايت، ثم accessed تم الوصول إليه 23 March of March 2009 accessed، ونقطة تاريخ هو الكتاب في عام 99 صادر، لكن نحن وصلنا إليه في عام 2009 accessed. توثيق عمل لأكثر من مؤلف، لمؤلفين اثنين، نأخذ الاسم الأخير بكليهما بينهما حرف العطف and، ونضعهما بين قوسين مع رقم الصفحة، ونكتفي برقم الصفحة إذا كانا مذكورين في المتن مثل ما مر سابقا. Best and Marcus argue that one should read a text for what it says on its surface rather than looking for some hidden meaning. العنوان الأسماء مذكورة سابقا، رقم الصفحة يأتي في النهاية. في الجملة الثانية، the authors claim that surface reading looks at what is evident, perceptible and apprehensible in texts. بين قوسين based on Marcus 9. لأكثر من مؤلف، لأكثر من اثنين عفوا، نضع عبارة at all لأكثر من اثنين، ثلاثة فأكثر، نضع عبارة at all بعد الاسم الأخير للمؤلف الأول. According to Frank et al, current agricultural policies in the US are contributing to the poor health of Americans. ثم رقم الصفحة. The authors claim that one cause of obesity in the United States is government-funded farm subsidies. Frank et al. 327. في صفحة المراجع في Works Cited هكذا ستبدو. Best اسم الأخير، ثم ديفيد الاسم الأول، يعني اسمه هو ديفيد بيست. عند التوثيق نبدأ بالاسم الأخير بيست ديفيد، and الكاتب الثاني نكتبه كما هو بالاسم الأول ثم الاسم الأخير. بيست ديفيد and شارون ماركوس. ماركوس هو الاسم الأخير، شارون هو الاسم الأول، يعني فقط بالتوثيق في صفحة المراجع أقصد، فقط المؤلف الأول نبدأ باسمه الأخير، ثم نضع اسمه الأول بعد فارزة، ثم فارزة وآند، والاسم الأول والاسم الأخير للمؤلف الثاني. ثم هكذا Surface Reading and Introduction the Presentations Volume مجلد 108 number إصدار رقم 1 Fall 2009 خريف 2009 الصفحات، إذا صفحات أكثر من واحدة PP نقطة 1-21 JSTOR، هذا موقع طبعا إلكتروني فيه المجلات والدوريات تصدر DOI، وهكذا DOI والURL تقريبا نستعملهما بالتبادل من دون فارق. DOI هو أيضا عنوان، لكن عنوان رقمي بالأرقام للمادة المأخوذة من الويب سايت. لاحظ أن المؤلف الأول يبدأ باسمه الأخير ثم الأول، أما المؤلف الثاني فيبدأ باسم الأول ثم الأخير. فرانك كارولاين إتال، يعني أكثر من اثنين، ذكرنا الاسم الأول اسم المؤلف الأول ابتداء باسمه الأخير ثم الأول ثم إتال. Agricultural Subsidies and American Obesity Epidemic, American Journal of Preventive Medicine, Volume 45, Number 3, September 2013, PP, pages 327-333. يذكر مؤلف واحد فقط ابتداء باسم الأخير متبوعا بأشعار. هكذا ستبدو لك Works Cited
مكتوبة في الوسط وإكسايتد بالوسط، ثم تكتب بشكل هانجينج معلقة. كيف معلقة؟ نبدأ السطر الأول بالتوثيق مال المصدر من بداية السطر، أما إذا كان هناك أسطر أخرى فنتحرك باتجاه اليمين نصف إنج تقريبا إلى أن ننتهي من المصدر الأول، نأتي المصدر الثاني يبدأ أيضا من البداية، وإذا كان هناك له سطر ثاني فنتحرك باتجاه اليمين نصف إنج، وهكذا مثل ما تلاحظون. هناك basic rules: begin your work cited، تبدأ work cited page صفحة مالتك مال المصادر المراجع، on a separate page على صفحة منفصلة، at the end of your research paper، ما يصير رأسا ملحقة مباشرة ضمن البحث، لا صفحة منفصلة، it should have the same 1 inch margins and last name page number header. طبعا هنا اكو header and footer، الheader فوق اكو خط تذكر به الاسم الاخير مالتك حضرتك الكاتب مع السنة، او عفوا مع صفحة البحث، اسمك الاخير انت الكاتب البحث مع الصفحة، يعني مع الصفحة اكو اسم الكاتب موجودة في الهيدر فوق on top في الاعلى. Label the page works cited. Do not italicize the words works cited or put them in inverted commas or something. Quotation marks مثلا. وتخليهم بالوسط. المسافة هي double مزدوجة بين الأسطر، تكون مسافة مزدوجة ولا تعبر أكثر من ذلك. ومثل ما لاحظتم أيضا، متى نحتاج أن نوثق؟ نعيد، متى نحتاج أن نوثق؟ مثلا أنت تكتب رؤاك حول خبراتك الخاصة، لا تحتاج أن توثق. أنت تستعمل افتتاحية، مقال افتتاحي من صحيفة المدرسة التي لا تتفق معها، توثق. أنت تستعمل معلومات من مصدر من دون أن تقتبس منه وتستلم منه بشكل مباشر، توثق. 4 You have no other way، ليس لديك طريقة أخرى للتعبير عن المعنى المحدد للنص من دون استعمال الكلمات الأصلية، توثق. 5 أنت تذكر بأنه كثير من الناس في فرعك ينتمون إلى منظمة معينة، أنت تذكر وعن فرعك الذي تعمل فيه، لا تحتاج إلى أن توثق. أنت تريد أن تبدأ البحث خاصتك بقصة لواحد من زملائك حدثك فيها عن تجربة له في بوسنيا مثلا، هنا توثق. وقال لي أحد زملائي كذا كذا. الاستدلال أو المقتبس الذي تريد أن تستعمله طويل جدا، فأنت تترك بعض العبارات منه وتأخذ بعضا آخر، توثق ما تأخذ. وأخيرا You really like the particular phrase somebody else made up، أحببت عبارة معينة كتبها غيرك فاستعملتها، فقط عبارة وليست فكرة، فقط عبارة، هل توثقها أم لا؟ أترك الجواب لك، جواب لك. هكذا إذن نكون قد أنهينا الحلقة الأولى من العناية بالكتابة الأكاديمية، ابتداء بالانتحال وما هو الانتحال وكيفية تجنبه. أتمنى أن أكون قد أفدتكم في هذه الدقائق التي مرت سراعا بالنسبة لي، وأتمنى أن لا تكون ثقيلة عليكم، وإلى لقاء في حلقات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله.
No.